تباحث أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مخرجات اللقاء الذي جمع محافظ العاصمة عدن أحمد حامد الأملس مع مبعوث الأمين الأمين للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هاز جروندبيرغ. واستمعت الهيئة في اجتماعها بالعاصمة عدن إلى الأطروحات التي قدمها المبعوث الأممي فيما يخص الجهود الإقليمية والدولية الجارية لتمديد الهدنة والإعداد للعملية السياسية الشاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة. وجددت الهيئة موقف المجلس الانتقالي الثابت تجاه جهود تمديد الهدنة وإطلاق العملية السياسية.